السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. فسر الكثيرون هذه الآية تفسيرا خاطئا، فقالوا عن التحريم أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فجاء الآن ولله الحمد عصر تأويل هذه الآيات وآيات أخرى، التأويل الحق على يد خليفة الله الأخير الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. فتعالوا نستمع إلى هذا الاقتباس من بيان كتبه الإمام بتاريخ 3 شوال لسنة 1430 للهجرة، الموافق 23 سبتمبر لسنة 2009، والذي جاء ردا على أحد المفسرين لها بالظن الذي لا يغني عن الحق شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بيانك لقول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. صدق الله العظيم. فإنك لمن الخاطئين، بل بيانها الحق هو. فأما قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فذلك محرم في التوراة والإنجيل. وأما قول الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. صدق الله العظيم. فتلك طيبات أحلت لهم، وإنما حرمها عليهم بأن أصاب أغنياءهم من أهل الربا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأمراض، حتى حرموها على أنفسهم. فإذا أكلوا من اللحم المختلط بالشحم وهو ألذ اللحوم، فإذا أكلوا منه مرضوا، تصديقا لقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وكذلك تشاهد كثيرا من الأغنياء اليوم الذين لا ينفقون من أموالهم في سبيل الله، يبتليهم الله بأمراض كمرض السكر وما شابه ذلك، حتى لا يستمتعوا بأموالهم شيئا، فيحرموا على أنفسهم. ولو أنفقوا في سبيل الله وتابوا إلى الله متابا وأنفقوا لشفاهم الله، وأكلوا بأموالهم ما لذ وطاب. وآخرين يبتليهم الله بذلك ابتلاء من الفقراء. الإمام ناصر محمد اليماني.